بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. نواصل مع حلول تمارين خاصية طالس. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو السادس راح نحل مع بعض التمرين رقم 5 الموجود في الصفحة 110 من الكتاب المدرسي الجديد. إذن ها هو نص التمرين. قالك الأطوال في الشكل هي بالسنتيمتر، يعني هنا الأطوال راهي بالسنتيمتر. عندك هنا 2.1.3 4.3.9 وليست حقيقية. المستقيمان جي اف و اش متقاطعان في او. ها هو جي اف وراه جي اف، هذه باش تبان. ها هي، ها هو المستقيم هذا ومع هذا، راهم متقاطعين وين؟ في او. صح، راهي باين. زيد واش قال لك؟ المستقيمان او اف و جي اش، او اف و جي اش متوازيان. صح، يعني هذا او اف و جي اش متوازيان. يعني هنا راه عطانا كامل الشروط تاع خاصية طالس، راهي متوفر. صح. إذن ألف مطلوب منا حساب كل من الطولين أو إف و جي إش، يعني طلبوا منا نحسبوا الطول أو إف اللي هو هذا، و جي إش اللي هو هذا، هذو جوج. صح. إذن كذلك باء، أي من مثلثين أو إف و أو جي إش يمثل تكبير للآخر، أذكر معامل التكبير. صح. نبدأ بالألف. إذن حساب كل من الطولين أو إف و جي إش. صح. واش قالوا لنا؟ نكتبوا واش قالوا لنا. هو في الاجابه اي المستقيمان، لا نظلوا نكتبوا على بالنا بلي المستقيمان كيديروا هكا. اذا المستقيمان جي اف و او اش، انت كتبها المستقيمان جي اف و او انا باش ما نضيعش الوقت. متقاطعان، تقاطعان في النقطه او، هذه وحده. وعندنا المستقيمان او اف ويوازي المستقيم جي اش، هذه اثنين. يعني حسب خاصية طالس، هنا لاحظوا، هنا عندنا او اش على او او يساوي او اف، عفوا او جي على او اف يساوي جي اش على او اف. اذا نكتب تساوي النسب، او اش على او او يساوي او جي على ماذا؟ على او اف يساوي جي اش على او اف. اذا ناتي الان ونعوض. نعوض او اش، واش عطاوها لي؟ او اش عطاوها لي 3.9، او او عطاوها لي 1.3، ماهيش باينه مليح بصح هاذيك هي. يساوي او جي 4، او اف ما عنديش لانه طلبوا مني حسابها. جي اش كيف كيف طلبوني مني نحسبها، وبقات لنا او اف. اف اثنان، هيا لاباس، كي راني لحقت راني نشوف فيهم لاباس مليح. صح. نبداو ب او اف. او اف نستعملو هذا، اذا نستعملو هكذا، يعني 3.9 في او اف، 1.3 في 4. اذا 3.9 او اف تساوي 1.3 في 4، ومنه أي أو إف يساوي 1.3 في 4 على 3.9. صح.
ونعرفوا باللي 1.3 هنا، 1.3 في 3 يساوي 3.9. إذا نختزل 1.3 مع 3.9 تبقى لي ماذا؟ تبقى لي هنا 3. إذا واش تولي لي؟ أو نكتبها لكم هكا باش تفهموا، 1.3 في 4 على 1.3 في 3، يعني هنا لأن 3.9 هي 1.3 في 3، هذه تروح مع هذه، واش تبقى لي؟ تبقى لي 4 على 3، هذه هي OF، OF تساوي 4 على 3. الآن GH، GH ندي هذه والنسبة هذه، يعني ندير هكا وهكا، إذن 1.3 في GH و 3.9 في 2، صح. إذن واش قلنا؟ 1.3 في GH، GH يساوي 3.9 في 2، هذه وحدة، صح. إذن GH يساوي 3.9 في 2 على 1.3، يعني قلنا بلي 3.9 هي 1.3 في 3 في 2 على 1.3، هذه تروح مع هذه، تبقى لنا 3 في 2، إذن النتيجة هي 6. صافي، او اف صبناها تساوي 4 على 3 و جي اش صبناها تساوي 6، صح. الان با واش قالنا بالضبط؟ قال لك يا ودي اي من مثلثين او اف و جي اش، يعني هذا المثلث او اف هذا والمثلث هذا او جي اش، وهذا اللي راهو بالاخضر، صح. قال لك وين هو منهم اللي مثل تكبير للاخر، واذكر معامل التكبير، صح. ب اذا هنا شكون يعني باين باللي بلي او جي اش هو الكبير، يسمى او جي اش هو اللي مثل تكبيرا للمثلث او اف، راهي باينه بالعين المجرده نقدروا نعرفوا. اذا واش نقولوا؟ المثلث، المثلث او جي، هذه او اش، صح، نعاودها، المثلث او جي اش اذا يمثل، يمثل تكبيرا، تكبيرا للمثلث او اف، صح. معامل التكبير، معامل التكبير، صح، ادي اي نسبه من هذا تصيب معامل التكبير نفسه. إذا ندو اللي راي بين او اش على او او، هذه يعني 3.9 على 1.3، إذا معامل التكبير ندو النسبة اللي هي او اش على او او اللي هي 3.9 على 1.3، قلنا تساوي 3، إذا معامل التكبير هو 3. أعزائي التلاميذ، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديوهات في الفيديو المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.